السلام عليكم متابعات قناه لبنى كوتور، كنتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو هذا غادي ندير معكم الخياطه ديال هذا الموديل هذا اللي كنت فصلته معكم في الفيديو السابق. كما شفتوا في الفيديو السابق درت معكم جميع المراحل باش فصلته. دابا غنبداو ان شاء الله بالخياطه ديالو. كنشدوا هذه البارتي هذه الجهه الاماميه، هي هذه، يعني كنخيطوه من جهه البطن، كنديروا بحال هكا، كنحطوا القطعه هذه فوق هذه القطعه هذه، يعني كتخليو تقريبا شي سنتيم وكتخيطوا من فوق. ضروري هاد الثوب ديال الدان تثبتوه بهاد الشوكات، يعني ضروري باش ما يزلقش لكم. وفي نفس الوقت حتى لهاد الصباط ديال الماكينه انا راه غلفته بالسكوتش، يعني باش يقدر يخيط لي هاد النوع ديال الثوب ديال الدان. راه كنت درته معكم في واحد الفيديو، نقدر نخليه لكم هنايا في الشاشه هنايا الفوق، اللي بغى يرجع يشوف كيفاش كيتخيط هاد الثوب ديال الدان. صافي كتجي الخياطه ديالو بحال هكا. بالنسبه للجيب ديال المعطف غادي نحاول نديرو معكم. بالنسبه للقياسات اللي درت هما هادو، هنايا هبطت ب 6 سنتيم، هنايا دخلت ب 17 سنتيم، وهنايا حتى هنا دخلت ب 10 سنتيم. وبالنسبه للطول ديال الجيب هو هذا 17 سنتيم، وكنحتاجوا هذه القطعه هذه باش نديروها فوق الجيب. كنحتاج التغليفه اللي غندير من الداخل ديال الجيب، كنطوي على جوج بهذا الشكل هذا، وكنحطوه من الفوق بحال هكا هنايا، وكنطراسي هنايا جهه الجيب، وكنزيد سنتيم سنتيم ديال الخياطه كنزيدو. وهنايا كنجي كنطراسي بلاصه اليد بحال هكا بهذا الشكل هذا، كطراسيه بهذا الشكل هذا صافي، وكتقطعو. المهم هنا جوج قطع كيجي بهذا الشكل هذا. دابا غندوزو الخياطه ديالو باش نخيطوه. كنشدو هاد القطعه هذه كنطويها على جوج، كنخيطوها من الجانبين بجوج، وكنقلبوا هاد الجيب بحال هكا، يعني كنقصوا هاد الجانبين من الثوب واحد شويه وكنقلبوه. كنعاودوا الخياطه ديالو من جوانب كاملين بهذا الشكل هذا. كيجي بهذا الشكل هذا. دابا غنجيو نحطوه من فوق هاد التراسيج اللي تراسيت، وكنخيطو من فوق الخياطه، يعني كنخيطو من فوق هاد الخياطه هذه. صافي هنايا فاش خيطتو كنجيب الدوبلور اللي درت اللي غادي نديرو من الداخل ديال الجيب، كنحطو بهذا الشكل هذا، كنخيطو هنايا، يعني غير نص سنتيم كتخيطو في هاد التراسيج هذا اللي تراسيت دابا، غادي نخيط عليه. بالنسبه للخياطه يعني ما كتوصلوهاش حتى الحد ديال الجيب، غير هنايا غير في هذا الحد هذا، هذا الحد ديال هذه الخياطه هذه، ونفس الشيء هذه حتى هي وصلت غير هذا الحد هذا. صافي كنجيبوا الطرف الاخر ديال التغليفه، كنحطوها بهذا الشكل هذا، وكنخيطو من الفوق ديال الخياطه، هاد الخياطه هادي ديال اللي خيط الخياطه الاولى تاع الجيب، هاد الخياطه اللي الا كانت كتبان لكم هادي غادي نخيط من فوقها. هنايا فاش نقلب الثوب يعني هاد الخياطه هادي غنخيط من فوقها. صافي كيجي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نجيب المقص يعني باش نفتح هنايا الوسط. فاش توصلوا هنايا حاولوا تقطعوا الثوب بحال هكا بهذا الشكل هذا على شكل مثلث. صافي كنحاول ندخل هاد الدوبلور هذا، كنحاول ندخلو لداخل. تقدروا ديروا شي توب اخر من غير هاد الدوبلور هذا، انا درت هذا كيجيني خفيف، بغيتو ديروا شي واحد يجي صحيح عليه شويه تقدروا تبدلوه. صافي كنخرجو كامل هنايا على الداخل بحال هكا، وكنقلبوه باش نحاولوا نخيطوا هاد الجيب هذا.
صافي كيجي بهذا الشكل هذا. دابا غيبقى لي غير هاد الجيب هذا من الداخل غنخيطو كامل، يعني غادي باش نسدو كامل. صافي كيجي بحال هكا، يعني ساليت دابا الخياطه ديال الجيب. ونفس الطريقه غنديرها حتى للجيب الاخر. صافي هنا ساليت البياسه، يعني خيطت الجيب الاخر، وهنايا غير لاقيتها كامله، يعني لاقيت الاكتاف والكمام كاملين وجمعتها من الجانبين بجوج. دابا غادي ندوز باش نخيط الدوبلور. بالنسبه للدوبلور كنجيب هذيك القطعه اللي فصلت، هي هذه، ودرتها مع الدوبلور هذا، وغادي نخيطها من هنايا. نفس الشيء غادي نديروه بالنسبه للجهه الخلفيه، يعني الدوبلور كنجيب الدوبلور هو هذا، وهذه القطعه هذه ديال الثوب اللي فصلتها هي باش نخيطها مع الدوبلور بهذا الشكل هذا. وصافي وكتخيطوا، يعني باش تخيطوا بهذا الشكل هذا، يعني كطوي بحال هكا وكتخيطوا من هنايا. صافي هنا من بعد ما خيطت الدوبلور نفس الشيء حتى هو لقيته كامل من الكتاف والاكمام حتى هو. كما كتشوفوا هنايا هذا هو الدوبلور اللي خيطته مع القطعات، هذه القطع هذو ديال الثوب هما هادو. من بعد درت خيط الكتفين والاكمام صافي، وخيطها من الجوانب. دابا غيبقى لي غادي نحدد الطول. باش نحدد الطول ديال القطعه كنقص هنايا تقريبا شي 2 سنتيم. نفس الشيء غنديرو بالنسبه للاكمام، حتى هو كنقص واحد 2 سنتيم. دابا غادي نجيب هاد القطعه ديال المونطو اللي خيطت ومع الدوبلور هذا باش نلاقيهم بجوج. يعني كنجيب هاد الطرف هذا كما كتشوفوا، هاد الجهه الاماميه هذه، باش نلصقها مع هاد الطرف هذا بهذا الشكل هذا. يعني كما كتشوفوا في الفيديو غادي نخيطوا بحال هكا. صافي كتحاولوا تلاقيوا يعني الكتف مع الكتف، كما كتشوفوا هنايا درت الكتف مع الكتف، الجوانب كاملين، يعني جوانب كاملين ديال الدوبلور كتلاقيوه مع الجوانب ديال القطعة اللي خيطت هي هذه. هنايا التحت ديال المعطف هو هذا، ثبتو مع الدوبلور ديالو. صافي كندوز الخياطه هنا على الجوانب كاملين، ومن هنايا وحتى من تحت من هاد الدوره هذه كامله كندوز بحال هكا، يعني كنجي من هنايا وهنايا كامل، حتى كنرجع لهاد الدوره ديال العنق. صافي هنايا ساليت. دابا غادي يبقى ليا بقى ليا الاكمام، غادي نجيب الاكمام. غنجيب هاد الكم هذا مع هذا، ونحاول نخيطو بهاد الطريقه هذه، يعني هاد الجهه ديال الخياطه هذه كنلصقها مع هاد الخياطه ديال الدوبلور بهذا الشكل هذا، يعني الوجه مع الوجه. كنخيطهم من هنايا، وحتى لهاد الكتفين هادو كنشد الكتف مع الكتف بحال هكا، وكندير غير واحد الخياطه ديال سنتيم، يعني غير شويه. هي هادي دابا انا غندير غير واحد الخياطه ديال سنتيم وصافي، ونعاود عليها الخياطه وصافي، غير باش يبقى ليا ثابت هذاك الكتف مع الدوبلور ما يزلقش. هنايا بالنسبه للاكمام حتى هما كندوز عليه الخياطه.
صافي ساليت الخياطه هنايا. دابا غادي يبقى ليا منين غادي نقلب هذا المونطو، يعني منين نقلبو، يعني نقلب على البلاصه اللي غادي نخرج منها المونطو، يعني غادي نشوف الابط، يعني احسن بلاصه انا كنقدر نخرج فيه منه هذا المونطو هي الجهه هنايا، هذه البلاصه هذه جهه الابط هنا من ما كتبانش. صافي هنايا فتحته كما كتشوف تحته، دابا غنخرج داكشي كامل من هذه البلاصه هذه، من هذه الفتحه هذه. صافي هي هذه الفتحه، صافي خرجت منها المونطو كامل. دابا كنحاول نقادو مزيان. دابا غتبقى لي غير الفينيسيون ديال هذا المونطو، هذا غادي ندوز عليه واحد الخياطه، يعني خياطه من الفوق من هنايا ومن هنايا، يعني واحد الخياطه ديال نص سنتيم بهذا الشكل هذا، كيما بحال هكا، يعني تخيطو بحال هكا بهذا الشكل هذا، كدورو على المونطو كامل. هو هذا صافي ساليت هنا الخياطه ديالو، يعني كيجي بهذا الشكل هذا، غير مع هاد التوب ديال الدان ومع الدوبلور من الاحسن تخيطوا لي هاد الخياطه حتى من التحت، حتى من التحت تخيطوا لي ديك الخياطه باش مابقاش يزلق الدوبلور من التحت. نفس الشيء هنايا غادي ديروا لهاد الدوره ديال الكم هنايا، تخيطوا واحد الخياطه بحال هكا. انا كتجينا الخياطه احسن بالنسبه للتوب ديال الدان، اما التوب ديال الكاشمير ولا هادي ما تحتاجوش ديروا هاد الخياطه هادي على الجوانب، على الكم وحتى التحت. المهم كنكون ساليت الخياطه ديال هذا المونطو، هذا هو الشكل النهائي ديال هذا المعطف هذا اللي خيطت معكم. درت لهم هنايا الترطاقيات هادو، المهم كديرهم عند الناس اللي مختصه بهذا الشيء، درتهم بهذا اللون هذا يعني ارجنتي. صافي كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو، نتلاقاو فيديوهات جايه ان شاء الله، ومع السلامه.